النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الارتفاع في درجة الحرارة هذه الفترة وخلال الأيام القادمة بإذن الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الكتلة الهوائية الحارة نسبيا مستمرة بالتأثير على المملكة، طقس حار نسبيا في عموم المناطق، وعدم استقرار جوي ضعيف جنوب المملكة خلال يومي الأربعاء والخميس. كالعادة صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة من الغيوم، حيث ساد طقس صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد، حيث تستمر الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بالتأثير على المملكة من الأربعاء وحتى يوم السبت، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار في عموم المناطق، يصبح الطقس معتدلا خلال ساعات الليل والصباح الباكر. بالتزامن مع سيطرة لهذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، يتوقع أن تتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات أو خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية في تلك المناطق مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة وعشوائية من الأمطار. أيضا تترافق هذه الأجواء الحارة بهبوب لرياح شرقية تكون خفيفة السرعة بالمجمل، تنشط أحيانا خاصة خلال ساعات ظهيرة يوم الخميس. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 22 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس 32 إلى 24، يوم الجمعة 33 إلى 22، أما يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض قليلا لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا مع 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.